بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. أما بعد، باسمي وباسم مجلس نقابة المحامين في المنوفية والحملة التي أدارت هذه المعركة الانتخابية، أسجل تهنئتي لنا أولا، وقبلي وقبل النقيب الحالي أسجل التهنئة للمرحوم الأستاذ الجليل رجاء عطية، فقد كان بعيد النظر حينما قال إذا أخلي هذا المكان من بعدي مع حفظ الألقاب أرشح الأستاذ عبد الحليم علان النقيب الحالي، فصدقت نبوءته، فقد كرمه الله في حياته بأن مات شهيدا للمحاماة والمحامين، وكرمه في حياته أن نجح ابنه الذي صار على دربه وتنبأ به وجاء بالفعل نقيبا. وأما الآن ألتقي مع معالي النقيب، وما أجمل لحظات اللقاء. الثبات على المبادئ سر الحياة وأمانة عليا. نلتقي بك في مقر هذه النقابة وأنت أهلا لهذا المكان، لا نفاقا ولا تملقا، بل أننا نفذنا وصية المرحوم الأستاذ رجاء عطية في قبره، ولشخصك بما أديته بدأت حياتك مثلي في عضو شباب إلى أن تدرجت إلى أن كنت الآن نقيبا لمصر. أهلا بك نحن ورئيس اتحاد المحامين العرب، أهلا بك. هذه هي الظروف الأولى، لسه قدامنا سنتين. ليس المهم الوصول إلى القمة، ولكن المهم عدم الوقوف عندها، وعليك بالثبات على المبدأ، أما الآخرين فهم ثابتين على المبلغ، فلابد أن الثبات المبدأ يضحض ثبات المبلغ، فتطهر النقابة من أمثال هؤلاء. أيضا أحذرك باعتبارك أخي وربنا نكون من سن واحد، من الأفقين والمنافقين حملة المباخر الذين يأكلون على كل الموائد، لأن نجاحك ده كان نجاح للمبادئ، كان نجاح للرجال اللي هم عرفوا امتك انتخبوك ولم يلتقوا بك. والدليل على ذلك المثال في المنوفية، لم تأتي إلى المنوفية ولم تعمل دعاية في المنوفية، ولكن سيرتك الذاتية وسبقك فيها الأستاذ رجاء عطية جعلت لك أرضية ننتخبك في ظهر الغيب، فهذه لها ثمن. وانتقل أيضا من المنوفية للمباركة، ولذلك أدعوك باعتبارك ما نزلتش المنوفية وحصلت في بلدتي أنا على أعلى الأصوات في المنوفية مركز الباجور، فبدعوك تكون أول زيارة للمنوفية تكريما لها، لأن النقابات كلها أنت زرت المحافظات كلها إلا المنوفية، ومع ذلك أوفينا لك في ظهر الغيب. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، فالنصح أغلى ما يباع ويهاب. أسأل الله أن يسدد خطاك ويحفظك ويرعاك ويطول في عمرك ويحسن في عملك، مصداقا لقول الرسول خيركم من طال عمره وحسن عمله. وشكرا.